في اطار تنسيق دائم مع مصالح الامن الوطني والدرك الوطني، في اطار محاربه الجريمه بكل اشكالها، حمايه الاشخاص، استمرار في عمليه العمليه الاشتراطيه. انا خلصت شهر رمضان بريباريو العيد، عيد مبارك ان شاء الله. انا الاخر ديما الاخر في مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.